وليد سليمان وازارو. وليد سليمان بيتعافى من الاصابه وازارو بيواصل التدريبات ايضا الاستشفائيه. وليد ازارو كان عنده مشكله كده في الخلفيه 3 جلسات يوميه هو بيتعرض لها بعد الادويه كمان عشان الاصابه اللي كانت لحقت بيه في نهايه مباراه الترجي. كمان وليد سليمان خلاص بقى تمام، كان تعرض لكدمه قويه في الحوض، كان احد نجوم المباراه بلا شك، وان شاء الله هيبقى نجم من نجوم المباراه المقبله. ازارو بيتماثل سريعا في العمليه الاستشفائيه والشد العضلي القوي اللي كان تعرض له بحسب كلام الدكتور خالد محمود بدا يخف منه بشكل كبير جدا. برضو بنطمنكم على حاله كل لعيبه النادي الاهلي، ادي وليد ازارو ووليد سليمان، وبنتكلم على سعد سمير اللي بيشارك في جزء من تدريبات الاهلي وبيقترب من اللحاق بنصف النهائي ان شاء الله.